اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهداتنا في حلقه جديده من برنامجكم المفضل واجزي من المفضل برنامج سيدتي. قبل ابدا حلقتكم اللي هتكون رائعه اليوم، اسمحوا لي ارحب بريم وعبير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك ربنا، واكيد ارحب بمشاهدين في برنامج المراه الاول والمفضل والمفضل اكيد على مستوى العالم. خلينا نقول العالم عجبتيني. سبع ايام في الاسبوع، ساعتين يوميا على الهواء، هذا لازم. تحدي كبير واتحدى انه في برنامج زينا. ايوه لا لا لا، على فكره معك حق في هذه النقطه، يعني الوحيد يعتبر في العالم. شكرا لك، وكويس انه احنا قلناها على الهواء اخيرا. صراحه صار لنا اربع سنين يعني وما بنقولها. مشاهدين اهلا وسهلا فيكم اكيد في حلقه جديده من برنامجنا اليوم. ان شاء الله هتعجبكم الحلقه، وان شاء الله دايم زي ما بيقولوا صحباتي كده احنا بنقول، ولكن احنا متاكدين. تعرفي عبير شو الجميل في برنامجنا؟ انه على فكره كاننا ما مش على هوا، ولا كاننا احنا في طالعين في برنامج عفوي، وكلامنا دائما سبحان الله، حتى وهو في سكريبت وحتى في اشياء احنا بنقول اللي احنا بنحس فيه. احد قال لكم قولوا كذا؟ عشان انا ما بقول. لا 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 ما في احد، بس احنا الواحد فرحان ببرنامجه. بعد كذا لا تنسي عبير، يعني احنا دحين يعني كل سنه وانتم طيبين على نص شعبان داخلين. أيوة. وحيتوقف البرنامج في رمضان. احنا ما شاء الله بادئين من متى؟ يعني احنا لينا 10 شهور تقريبا، فبرنامج موسم طويل. سبع ايام في الاسبوع، ساعتين على الهواء، فاحنا جزء من المشاهدين، واكيد المشاهدين جزء منا. أيوة يعني ما نقدر نستغنى. يعني هذه النقطة انا ابصم فيها طبعاً. بصراحة بالعشرة انه يعني في علاقة ما بيننا وما بين المشاهد. وانت تلاحظي ناس كثير كيف تفاعلها، حتى سواء في اثناء الحلقة وبعد الحلقة، وبنتابع كمان على السوشيال ميديا الخاصة بالبرنامج، ونعطي شكر خاص والف عافية لكل ناس مهتمة وبتتابع البرنامج وبتتابع كل ما بيطرحه البرنامج. وطبعا ابغى اشكر كمان شركائنا في الضيافة الدائمين دائما، سواء كانوا اللي كل يوم بيكون معنا احد بيكرمنا واحد بيضايفنا. واليوم طبعا اقدم شكر خاص لجدوع اللي هم مشاركينا. عبير ايش معنى جدوع؟ سالتيني انت على جدع. امس التحدي اللي لعبت فينا لعبه. لا لحظه اسمحي لي، عفوا يعني جمع جدع. لا لا ريم ريم بعد الهوا والله خليك تفهمك. تفضلي جابت العيد. تفضلي ريم. جمع جدع. لا بس فسروا لي يعني ايش عود قدوع. ضيافه. انا سالت. برافو عليك. خلوني انا مره متحمسه لحلقتنا اليوم لانها حلقه عزيزه جدا على قلبي. ولكن قبل لا نبدا حلقتنا خلينا نطرح اهم المواضيع اللي هتكون معانا لليوم. ألف وظيفة، عفوا 100 ألف وظيفة للمواطنين بقطاع السياحة والتقديم إلكترونيا. السالفة وما فيها لليوم، متلازمة داون، طاقة تنتظر الدمج، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة. الحالة النفسية للأم التي تم تشخيص إنها حامل بجنين مشوه، وكيف يمكن مساعدتها أثناء الحمل. في اليوم العالمي للسعادة، كيف تحقق السعادة لنفسك وللآخرين؟ علماء يطورون أداة ذكية تكشف الصور المزيفة بدقة عالية. خلوني أطلع معكم للخبر الهام الأول. خلينا نقول، أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ساديا اليوم منصة إحسان الرقمية لتنظيم وتمكين سدايا اليوم منصة إحسان الرقمية لتنظيم وتمكين ودعم القطاع الخيري من خلال تقديم خدمات التبرعات الخيرية وفق تقنية عملتها الهيئة على تمكينها بإشراف كوادر وطنية. هذه المنصة التي تعتبر أحدث المنتجات التي تم تمكينها من قبل سدايا رقميا نحو آفاق كثيرة أكثر تطوراً في العمل الخيري. كلنا نعرف العطاء، بس عمرك سمعت عن العطاء بإحسان؟ في منصة إحسان تقدر تعطي الآن أونلاين، لأن خير البر عاجلة. في إحسان تقدر تتبرع بإحسان وتخفي عن شمالك ما تنفق يمينك حتى بدون تسجيل دخول. في إحسان تقدر تهدي بإحسان، والإهداء لا يرد ولك أجره، وتتصدق عن غيرك، وتقدر تقول له من أنت أو تخبيها.
في إحسان تقدر تنشر ولك الأجر، من جد لك الأجر، لأن كل روابط الحالات اللي تنشرها من إحسان بتعلمك كم أحد تبرع من طرفك. في إحسان تلقى زهرة من كل بستان، تقدر تفرج عن سجين في فرجة أو تساعد في مسيرة تعليمية، أو يكون لك يد في توفير أجهزة حياة، أو تترك بصمة في حل أزمة. مو بس كذا، لأن الجهات الخيرية في المملكة موجودة في إحسان. العطاء في إحسان مو بس عطاء، هو عطاء بإحسان. إذن إحسان والعطاء بإحسان هي التي أطلقتها سدايا الذكاء الاصطناعي في السعودية، لدائما مواكبة ومتطورة لكل ما يحتاجه المواطن السعودي. يمكن على مستوى العالم الناس بيحسدونا، من بداية من توكلنا وتباعد وصحتي. يمكن بايدن قبل كم يوم كان بيقول إنه إحنا نبغى نسوي كمان تطبيقات عشان توري الناس فين المراكز حقة التطعيم، ولله الحمد إحنا سبقناهم بمراحل كثير وبنشوف هذه النتائج على أرض الواقع. وهذه المنصة تحديدا قد إيش مهمة وفيها مصداقية. الناس اللي يبغوا يتبرع والناس اللي يجوا طبعا يستغلوا السوشيال ميديا، أنا محتاج وأنا أرسل لي وأنا أبغى. صح. طبعا عن طريق هذه المنصة تقدر تتبرع وتشوف لمين الفلوس رايحة ومين المحتاج بالضبط، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي العظيم اللي بتطبقه دولتنا اليوم. إلى خبرنا الثاني، حيث أطلقت وزارة السياحة حملة بعنوان مستقبلك سياحة. تهدف هذه الحملة إلى توفير 100,000 فرصة وظيفية للكوادر الوطنية من شبابنا وشاباتنا بنهاية العام الحالي 2021 في قطاع السياحة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري بهدف توفير 1,000,000 وظيفة بنهاية عام 2030. وأعلنت الوزارة أن التقديم سيكون من خلال بوابتها الإلكترونية. وظيفتك تقابل ناس من كل العالم، فن وشغف، إتقان ومهارة، تحكي بلغتهم وتسمع قصصهم. وظيفتك تقلب الضيف وتكرمه. وظيفتك أحلى بداية. وظيفتك سياحة. لا، مستقبلك سياحة. مستقبلك سياحة يمكن فرصة كبيرة ورائعة جدا لكل الشباب اللي فعلا عندهم أي خبرة في مجال السياحة، سواء كان فنادق، سواء كان في الأكل، في المطاعم، في يعني عندهم خبرة بشكل أو بآخر في هذه الأمور كلها اللي هتفيد السياحة، ويقدروا يقدموا من جد 100,000 وظيفة. ترى مو شوية، ومليون وظيفة، مليون وظيفة اكزاكتلي في حتى 2030، وهذا العدد كبير جدا. صحيح، هذا العدد مرة كبير يعني، وحاجة احنا من جد. ما ودك تشتغل بقطاع السياحة؟ بصراحة الا انا. حلو، ترى انا طول عمري كان نفسي يعني اكون مرشدة سياحية. جميل جدا، والله يعني احبها. ليش لا، الخيار موجود وموجود، الفرصة موجودة للجميع، وهذا الشيء الحلو في هذا اهم شيء. خليني اخذكم انا معايا خبرنا الثالث، حيث طور علماء امريكيون أداة جديدة يمكنها ستي اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو المزيفة بدقة شبه مثالية. أثبتت التجارب اللي أجريت على الأداة الجديدة دي اللي تعمل على تحليل انعكاسات الضوء في عيون الأشخاص اللي موجودين في الصور أو الفيديوهات، أثبتت فعاليتها بنسبة تصل إلى 94%. هذه التقنية تم تطويرها بعد انتشار عمليات التزييف العميق، عارفينها المسمى ديب فيك؟ طبعا عرفتيها؟ ايوه، هسألك عنها. انا معك. وبعد تخوف مجموعة من الاشخاص من انتحال شخصياتهم او انها تستخدم هذه التقنية بشكل سلبي على انفسهم. يعني هذه التقنية، شفت الصورة اللي احنا عارضينها هذه الان على الشاشة؟ في واحدة نفسه حقيقية، والثاني هو اللي حاطط نفسه على الصورة. اوكي، هذا الديب فيك. مثلا هنا حاطط لاين جنب الـ هذا النمر، حاطه جنب الفيل. جنب الفيل بالضبط. فهنا في اشخاص بيستخدم
يستخدموا هذه التقنية أو هذا التطبيق الديب فيك، يعني للأسف الشديد أنه في انتحال شخصيات أشخاص، أنهم يقدروا يقصوا على أشخاص، خاصة لما يكونوا مشاهير الميديا أو مثلا فنانين أو رؤساء حتى. خصوصا دحين الناس اللي مستغلين انه عندهم ملايين الفولورز على مستوى العالم وبيروجوا لمنتجاتهم انهم هم مره حلوين وجسمهم كذا طبيعي، وهذا راحت عليهم يعني هذه حتكون يعني خبر سيء لهم صراحه. والله يعني ربطتيها، يعني عرفت انا قلت وين ممكن احنا نفكر في هذا الموضوع، لكن جبتيها ريم. خلوني اخذكم كمان في خبر عن سيده بريطانية عمرها يمكن تقريبا 99 سنة، مع كل هذه الصعوبات إلا إنها ما استسلمت وقررت أنها تدير دروس للرقص واللياقة البدنية في 6 أيام في الأسبوع ومن منزلها، بهدف أنها تبغى تجمع تبرعات لهيئة الصحة البريطانية كمبادرة منها لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا. شابوه صراحة، أهنيها. يعني هذه أنا لما نكبر إن شاء الله يا رب كلنا نكون كذا يا رب. يعني انا واو 99 سنه، بصي بتعمل ازاي. انا قاعده اسوي تمارين بسيطه في البيت وجاني الديسكو راح المستشفى بعد الحلقه، فيعني ما شاء الله يديها العافيه. وبالمناسبه ترى في بريطانيا شيء حلو، يعني ما شاء الله هي عمرها 99 ومعروف ان بريطانيا بس مو كلهم ترى، لا بس استني، معروف انه فيها اكبر نسبه من المعمرين في اوروبا. أيوه. فالسنه الجايه اي بريطاني يصير عمره 100 سنه الملكة ترسل له كرت معايدة كل سنة وانت طيب. بتحصل للمقيمين كمان، بتحصل لأي أحد أي أحد يصير عمره، يعني أنت رتبي نفسك أنك لما يكون 100 سنة. لا ليش، أنا هستنى لما أنا أصير 100 سنة والملكة ما شاء الله ما شاء الله. لا إذا على الأراضي البريطانية الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها. سالفتنا أو سوالفنا أو فقراتنا مكملة معاكم مشاهدينا، ولكن خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. متلازمة داون، الطاقة تنتظر الدمج، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة؟ رجعنا لكم مشاهدينا ومشاهداتنا. سالفتنا لليوم سالفة جميلة، سالفة لطيفة، سالفة حلوة، سالفة عن أطيب قلب، عن أطيب قلب، عن أختي وأختك وعن أخوك وأخوي، عن زميلي وزميلك، عن هبة موجودة على هذا الكوكب. إحنا يعني للأسف خدنا زمن كبير عشان نستوعبهم، خدنا زمن كبير عشان نعرف إن هم جزء لطيف وجميل وحنون ورائع وبركة في حياتنا. حلقتنا اليوم عن ألطف فئة موجودة على هذا الكوكب، عن العظماء الرائعين اللي الله سبحانه وتعالى أكرمهم بكروموسوم زيادة. اليوم نتكلم عن متلازمة داون. متلازمة داون موجودين طبعا، وأثبتوا وجودهم وأثبتوا أن هم قادرين على أنهم يكونوا ناس صالحين، مش مجرد مستهلكين أو يحتاجوا إلى من يعولهم، ولكن ممكن يكونوا مستقلين وموجودين في المجتمع. أكيد طبعا. هذه الفئة الملائكية اللي زي ما ذكرتي موجودة في كل مجتمع حول العالم، هي فقط مختلفة عننا بأنها عندها كروموزوم زايد. يعني المفروض الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي بيكون 46 كروموزوم وهم عندهم 47 كروموزوم. هذه الكروموزوم الزايد هو اللي هو إضافة الحب وإضافة اللطافة وإضافة هذا الوجود الملائكي اللطيف جدا، اللي ما في سيدة ترزق بهذا الطفل اللي يقولوا لها مبروك عندك ملاك ويا بختك عندك ملاك في البيت. بس انا كنت حابه اعدل حاجه، هم ما يختلفوا عننا. انا احس هذا مو اختلاف، هذا تمييز، يعني انه هو مميز. سبحان الله ميز ربنا عن الكل زي ما قلت ريم، بانه عطاه الطيبه دي، وهذه الطيبه هي في الكروموسوم. هل اذا كانت هذه الطيبه هتسبب مثلا كل هذه الازمه اللي احنا ما كنا فاهمينها سابقا وصرنا نفهمها الان؟ يعني متلازمة داون يمكن من الناس اللي فعلا لطيفين الى اقصى الحدود، من الناس او من الاشخاص اللي فعلا عندهم طيبه قلب وحنيه بشكل ما حد يتصور وما حد يتخيل. هم عاطفيين على فكره. انا يمكن كنت من يومين كان عندي تصوير فيديو مع اطفال داون، كانوا كل شويه واحد يجي يضمك ويبوسك ويقول لك انا احبك، والثاني يجي يقول لك انا كذا ناديك لبنى، يقول نعم يقول احبك. هم أطفال، هم عاطفتهم زيادة وعاطفة جميلة جدا. طبعا في معلومة مهمة، كان يقول لك منظمة الصحة العالمية كانت تقول تصيب متلازمة داون
واحد من كل 1000 مولود جديد ممكن يكون داون طبعا. وكانوا في السابق كانوا يقولون او يطلق عليهم اسم منغولي المنغولي، الين ما اجت منظمه الصحه العالميه غيرت الاسم بناء على طلب من جمهوريه منغوليا انه نوع ممكن يكون في نوع من التمييز. صحيح. يعني حتى صفاتهم يمكن يعني يشتركوا في بعض الصفات اللي تكون واضحه عندهم ملامح يعني خاصه فيهم وملامحهم الخاصه اللي بتميزهم طبعا عننا. اللي بتميزهم احسنتي احسنتي ايوه تميزهم عنك انت على مين عشان هم ملائكه يعني احنا انسان هم ملائكه لازم يكون في هذا التمييز. طب خلوني اقول لكم يمكن من اكثر الاشياء اللي ممكن تكون صعبه شويه على طفل متلازم الدان وهي الاعراض الجسديه او اللي ممكن تكون اصابات يعني في الجسم بتشكل او بتسبب لهم بعض الامراض واللي هي طبعا 60 الى 80% عفوا من الاشخاص المصابين بمتلازمه داون عندهم مشكله السمع، يعني سمعهم ممكن يكون اقل بنسبه 85% من اللي عندهم متلازمه داون، وكثير منهم كمان عندهم مشاكل في البصر. صحيح. كمان على فكره غالبا الاشخاص هم يعانون من سمنه لما يكبروا، فتلقيهم يعانوا شويه، حتى عندهم اضطرابات في الشهيه بالعاده، يحب ياكل ممكن تلقينه يحب ياكل كثير، ياكل كثير، ياكل بشكل غير صحيح فيعاني بالعافيه. بالعافيه يعني قلوبهم بس ترى شيء هم اصلا بتكون عندهم احيانا مشكله هيكليه في يعني مشكله عمود فقري، مشكله دائما في مشكله تصاحب داون بتلاقيها فيه شيء مشكله في الجسد، كمان لما تيجي معاها سمنه فهذا شيء ممكن يؤذيهم. يمكن السمنه لانه عندهم مشكله في الغده الدرقيه. قد يكون احيانا أي. صحيح. بالفعل يعني يمكن ذكرتوها هي بعض الصفات اللي ممكن يعانوا منها وخلينا نقول اعراض يعانوا منها وتختلف طبعا من شخص الى اخر زي المشاكل في الغده الدرقيه، السمنه، ضعف السمع والبصر على حسب بالضبط. فهذه هي الكروموزوم الزايده اللي بنقول انهم يكونوا مميزين. تعرفوا يعني زمان اخذوا فتره طويله جدا ما يعرفوا ايش اسباب انه يجي انسان بالكروموسوم الزايد، فظلت يعني الين ما نوعا ما قدرنا نحدد الاسباب، فكان يقول كثير ممكن يكون اسباب زواج الاقارب. صحيح. ممكن يؤدي الى هذا لانه طبعا زواج الاقارب مشاكله كثيره جدا ومن اهمها يمكن تكون الانجاب بمتلازمه داون. سبب اخر كمان يقول لك الزواج السيده لما تكبر لما تكبر السيدة طبعا بنعرف انه هذه بتكون اصلا خطرة على الام نفسها، كمان بتكون احد الاسباب انه. واسمحي لي اضيف هنا نقطة ثانية لبنى، انه مو شرط او مو بس لازم تكون السيدة مثلا مش هي بس اللي كبيرة في العمر، حتى اذا كان الزوج الرجل كبير في العمر فسبب تقدم الاثنين في العمر ممكن يكون سبب يخلي الاطفال عندهم متلازمة داون، لانه لقوا انه سيدات كثير بتنجب اطفال عندهم متلازمة داون وهم ما تعدوا 30 سنة. صح صح كلامك. يعني ما في سبب خلينا نقول محدد او بعينه او بذاته، فتختلف الاسباب. صح. ولكن خلينا نشوف رأي المختصين في هذا الموضوع. ليس هناك علاقة بين العقاقير والأدوية وكذلك إصابة الوالد والوالدة بالإصابة بمتلازمة داون، وإن كان هناك دراسات تؤكد بشكل أو بآخر أنه كلما تقدم العمر للأم كلما كان هناك احتمالية إصابة بالمتلازمة، أي أن التأخر في الإنجاب قد يكون مؤشر على احتمال إصابة الأطفال. أيضا هناك دراسات تؤكد أنه ما نسبة 75% من الأجنة المصابة يحدث لها إجهاض تلقائي بحول الله، ومع ذلك فإنه ما نسبته 800 إلى 1000 طفل يولد يكون هناك واحد منهم طفل يولد بمتلازمة داون. كذلك بالنسبة للحديث عن أنواع المتلازمة، هناك 3 أنواع رئيسية وكثير ما يتم التطرق لها، وهي المتلازمة الصبغية والمتلازمة الانتقالية والمتلازمة المركبة، وإن كانت المركبة هي أقلها صعوبة.
الناس يحسبوا انه متلازمه داون هو واحد نوع، هو غير كذا تماما. في انواع لمتلازمه داون وتنقسم الى ثلاثه انواع. التثليث الصبغي 21 وهي اكثر انواع متلازمه داون انتشارا، ويصاب فيها 95 من المصابين بداون. وهذا النوع تحتوي كل خليه في الجسم على ثلاث نسخ منفصله من كروموزوم 21 بدل وجود نسختين عاديتين. ثلاثة يعني نسخ. بدل الاثنين ثلاثه في الكروموسوم الواحد، ثلاثة خليات في الكروموسوم الواحد. كمان في نوع ثاني اسمه النوع ثاني من المتلازمة داون، نوع نادر جدا حيث تشكل نسبته 3% من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، ويحدث من خلال وجود جزء إضافي في كروموسوم 21، ويتم ربط الكروموسوم الإضافي أو نقله من كروموسوم 21. صح، طبعا هي معلومات تحتاج الى لا، هي هو السبب، خلينا نقول الجيني، يعني احنا بندخل جوا. انا اتذكر والله هذا الدرس ما عمري راح انساه في ماده العلوم. لا انا ما اتذكره، انا مستحيل انساه لما تكلمنا عن الكروموسومات. وكان عندنا، كان في كمان بنتكلم عن متلازمه داون وقتها، انه هم من الاشخاص اللي عندهم سبحان الله كروموسوم زياده. انا اتذكره مره كويس. اي صح، انت كنت شاطره في المدرسه غير ناس كثير. ما اذكر هذا الكلام. قلت لك انا شاطره كنت في المدرسه. بتخلي بالك، كنت بكره انا بخلي بالي. وانا فعلا احب حصه العلوم جدا. في كمان لبنى، وهذا النوع انا عرفته من بحثنا هذا الان اللي احنا بنتكلم فيه عن المتلازمه داون. النوع ده اسمه موزاييك داون او الفسيفساء. هذول الاشخاص يعني سبحان الله عندهم مميزات مره كبيره ومره عاليه. اسمحوا لي اقول لكم اصلا بس هي ايش او ليش تم اطلاق عليهم هذا الاسم. عندهم عدد من نسخ الكروموزوم تحتوي على 3 نسخ في الكروموسوم 21 برضو، يعني زي اول ما قلت اول نوع، ولكن تعتبر هذه الحاله هي اخف حاله متلازمه داون، لان بعض الخلايا بتكون طبيعية سبحان الله، يعني هي نفسها بس في خلايا طبيعية هنا وهناك ما في، يعني احتمال تكون في خلايا غير طبيعية. طيب خليني أقول لكم إيش يميز هذه الحالات أو هذا النوع تحديدا. عنده ذكاء سبحان الله، يعتبر ذكاء عالي بالنسبة للأشخاص المصابين بمتلازمة داون. طبعا ما توصل لمرحلة الذكاء الطبيعي النورمال للأشخاص اللي الطبيعي، الأشخاص العاديين العاديين اللي هو احنا يعني، والله صدق صح. لكن سبحان الله درجة الذكاء عندهم تعتبر أعلى. هذول الأشخاص اللي منهم كثير ناس الآن احنا بنشوفهم ما شاء الله عندهم حياة ومستقبل. في منهم يعني بيشتغلوا في بزنس، وفي منهم لو تتذكروا مذيعة مصرية، تتذكروا في مذيعة نسيت اسمها، أنا مسويت لها فولو، في مذيعة مصرية من متلازمة داون ورائعة جدا، واتذكر قدمت قدام السيسي الرئيس المصري رائعة. وكانت جدا رائعه. وهذا جزء من الادب. في عارضة ازياء كمان اعتقد ايطاليه اذا ما خابت معلوماتي، ان هي كمان كانت مميزه جدا واخذت جماهيريه كبيره جدا ونجحت في مجالها. لا انا ديما واو. بس هذول هم النوع اللي احنا بنحكي عنه الان اللي هو الفسيفساء. شوفي انا اشوف انه ما خلق ربنا حاجه الا لغرض. هذول الفئه الملائكيه اللي عندهم حاجه زايده عننا، وهذا التميز احس انه احنا لسه ما عرفنا اننا نوظفهم بالشكل المناسب في المجتمع ونستفيد أيوه. منهم ومن قدراتهم الخاصه. اكزاكتلي. فاحنا اللي نحاسب نفسنا انه احنا البيرفكت، ولكن هذا الشيء مو شرط انه يكون صح، ولكن في غايه وفي يعني هدف احنا يمكن لسه ما عرفنا. عموما احنا مشاهدينا مكملين معاكم سلفتنا، ولكن بعد الفاصل. تعليم أطفال داون هل هو أساس لنجاحهم وتغيير نظرة المجتمع لهم؟ مكملين معاكم مشاهدينا سالفتنا عن فئة متلازمة داون، والمهم في الموضوع أننا نتكلم عن تعليم متلازمة داون. هل هذه الفئة بتظلم أنهم يتلقوا التعليم المناسب؟ كيف ممكن أنهم يندمجوا في المجتمع ويكونوا زي غيرهم من الأطفال أنهم يأخذوا تعليمهم؟ وهذا حق بالمناسبة، أي طفل لازم أنه يكون لي حق في التعليم مهما كان هذا الطفل، سواء عنده
عنده إعاقة حركية أو فكرية أو غيره، لازم أن تضع مناهج هناك تتناسب مع فكره ومع عقليته. خلينا أتكلم أقول لكم أنه يعني في بعض كثير أنه يقيم الحالة، يعني إذا هذا الطفل مو، إحنا تكلمنا عن الأنواع، في أنواع اللي بتكون فيها تقدر تستوعب، تقدر تواكب ذكائها، ممكن إنه يواكب الطفل اللي سنه، فممكن إنهم يدمجوا في المدارس العامة مع الطلبة، وفي أنواع أخرى بتكون في صعوبة جدا في دمجهم في هذه المدارس. يمكن يا ريم الصعوبة هذه تمكن في إنه أو تكمن عفوا في إنه الأطفال عندهم مشاكل في السمع، يعني متلازمة داون عندهم مشاكل في السمع، فبيطلع منهم مشاكل لغوية. القدرات عندهم في الكلام أو في توصيل المعلومات وأخذ المعلومات صعبة، لما لأنه ما يسمع كويس. شو أنا هنا بفكر أنا مع نفسي بصوت عالي، أيوة، وتأخر في النطق إذا ما يسمع بالضبط. طب هو ليه متأخر في النطق؟ لأنه ما يسمع، لأنه كويس، ما يسمع كويس. ما إحنا بنقول هذا هو الطفل، مثلا الطفل العادي ليه مثلا طفلك تأخر في الكلام؟ لأنه ماما ما بتكلمه وأبوه ما بيكلمه، فهي نفس الحالة ولكن على متلازمة داون عشان مشكلة السمع. شوفوا أنا أقول لكم شغلة، مشاكلهم في الدمج مش فقط مشاكل قدرات سمع أو نطق أو ما شابه، هي أحيانا دمج إدراكي، يعني تحديات إدراكية. شوف في دراسة تقول لك المعلومة اللي أنا وأنت نأخذها عشان نتعلمها في يوم نتعلمها داون في 7 أيام، صح؟ فأنت متخيلة تفاوت، يعني لما اقعد في طفل جاب في التعليم، ايوه في جاب في الاستيعاب، طفل داون وطفل سليم، انا اخذوا نفس المعلومه، اذا ما كانت المعلمه فاهمه وعارفه ايش قاعده تسوي وقادره تطول بالها وقادره تعطي هذا الطفل داون المساحه الخاصه، صح، فيه وتحتويه، صح. مشكله الدمج الثانيه انه الفكره وين، انه الدمج النفسي أهم من الدمج السلوكي. طبعاً. ليه؟ أحياناً على فكرة لما تلقي طفل أولى ابتدائي والآي كيو حقه عالي ودمجتيه، ولما يلقى قرناءه في الفصل مش متقبلينه، أو يتعاملون معاه باختلاف، وين؟ أنا مرة أيدك الرأي. أنا دائما أشوف إنهم هم لازم يكون لهم فصول خاصة فيهم، ولكن يندمجوا في مدرسة واحدة بالضبط، بس ما يندمجوا في التعليم. أنا أقول لك زي، خلينا نأخذ التجربة الأوروبية على سبيل المثال. في ألمانيا والدنمارك عندهم فصول متصلة ومنفصلة، بمعنى إنهم بيكونوا في نفس المدرسة مع الطلاب العاديين، ولكن فصولهم هم لحالهم، زائد إنهم يشاركوا بعض الطلبة العاديين اللي هم الأنشطة العادية زي مثلا الرياضة والأنشطة. هذا الدمج الصحيح، هذا الدمج الصحيح، ولازم كمان في أي مدرسة تبغى تؤسس فصول دمج أو تبغى تكون عندها دمج لازم يكون في عندها استيعاب كامل ومعلم خاص، وحتى الأطفال السليمين خاص. خليك الآن من داون، خليك من داون، توعية قصدك توعية الأطفال الباقيين إنه هذا زي وزيك، استوعبوا تقبلوا وتعاملوا، هذا اللي نحتاجه، هذا هو الدمج اللي إحنا بنتكلم على فكرة عنه. أيوه، هذا الدمج اللي إحنا نبغاه في المجتمع ككل، الدمج بشكل عام مو بس في التعليم. لا ننتظر منهم هم يدمجوا حالهم بحالهم. شكرا. هم لأنه ما هيسوي كده. طب خلونا إيش رأيكم نطلع نسمع رأي مختص الآن بخصوص دمج أطفال متلازمة داون في التعليم. ذوي متلازمة داون هناك كثير من البرامج التي تقدم لهم، هناك أيضا محاولات جادة لدمجهم داخل المجتمع، ويمكن هذا يظهر بشكل كبير جدا. نحن نشوف أيضا تواجدهم أيضا في المراكز وفي التدريب، أيضا هناك أيضا البرامج اللي تحاول أن تعمل لهم ترانزيشن أو انتقال من المرحلة المدرسة إلى العمل، وأعتقد أنه هذا أيضا فاعل بشكل كبير جدا. اللي أنا أعرفه واللي أيضا أعتقد أنه موجود اللي هي برامج اضطرابات النطق والكلام التي تقدم لهم، برامج المهارات الحياة اليومية واللي أيضا فاعلة بالنسبة لهم، كل هذه تحاول بشكل أو بآخر أن تجعل منهم مستقلين مقارنة بالأفراد الآخرين. أيضا البرامج اللي التفاعلية المجتمعية، وإن كان لا ينقصهم الجانب التفاعلي، لكن بشكل أو بآخر الهدف الأول والأخير هو أن يكونوا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. ولو نظرنا فعليا للأفراد ذوي متلازمة داون لوجدنا أنهم أيضا لهم
أدوار، هناك منهم أيضا الممثلين، هناك أيضا الرياضيين، وأيضا هناك اللي هم advocate، اللي هم أيضا مدافعين عن حقوق ذوي متلازمة داون. لذلك يمكن القول أنه متى ما كان هناك برامج قوية، برامج موجهة، أيضا متى ما كان هناك اكتشاف مبكر وتدخل مبكر، فهذا لا يعني أنه هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مستقلين. خلونا نحكي كمان عن الدمج بشكل عام. زي ما كانت أول عملية للدمج أو أول ما تم الدمج أطفال متلازمة داون في المدارس كان في أمريكا، في كمان في السويد 15% يقول لك متلازمة داون اللي بيتم دمجهم وبيدخلوا المدارس الحكومية تحديدا بيجلسوا فيها إلين المرحلة الثانوية، وفي 1% من أطفال متلازمة داون اللي بيتخرجوا بيشتغلوا في أماكن أو مراكز ومؤسسات حكومية. هذا في السويد. يعني هنا معناته احنا نفهم حاجة مهمة جدا، ترى هم بيتعلم، ترى هم بيفهموا، ترى هم أذكياء، ترى هم أشخاص عندهم قدرات، ولكن كل هذا يحدث معهم بشكل أبطأ، يعني أقل بشوية، بياخذوا وقت أكثر. بالضبط، ياخذوا وقت أكثر مثلا. فهذه هي الفكرة كلها، ولكن له حق 100% انه يتعلم. هذه مو عقبة، معناته انه هو عشان بالضبط تعلم بطيء. في أصلا يعني أنا أتذكر أنه أنا لما كنت في الجامعة في الخدمة الاجتماعية درسنا حاجة عن الأشخاص اللي عندهم صعوبات في التعلم. ترى هم ما هم أغبياء، ما هم حمقى، ما فيهم أي مشكلة، عنده صعوبات في التعلم بس استيعاب. 100% كلامك. ويعني والدول الذكية صراحة والحكومات الذكية هي اللي تستوعب وتحط خطط تستثمر فيها كل أفرادها، سواء كان عندهم صعوبات أو لم يكن صعوبات. طبعا بما أن احنا تكلمنا عن الدول الذكية، فبلا شك وبكل فخر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استثمار في الإنسان، الحمد لله، أيا كان الإنسان أيا كانت قدراته. لذلك هنلقى في المملكة في كل منطقة من مناطق المملكة فيها مدارس خاصة أو مراكز خاصة لداون. على سبيل المثال المركز السعودي لمتلازمة داون في السعودية وهو موجود في الرياض، كمان مدرسة صوت لمتلازمة داون للبنين والبنات، كمان الجمعية الخيرية لمتلازمة داون أيضا في الرياض، وجمعية صوت كمان في الرياض، وقريبا إن شاء الله يرى مركز هبة لمتلازمة داون في المنطقة الشرقية النور ويفتتح. أما في مدينة جدة هناك 3 مراكز تهتم في تعليم المصابين بمتلازمة داون، وهي جمعية متلازمة النجاح وجمعية ديسكا ومدرسة محمد بن نايف بن عبد العزيز. تعرف زمان كانوا في السعودية اللي يكون عنده طفل داون كان يضطر يأخذ ابنه ويسافر فيه إلى مناطق أخرى عشان يحصل على التعليم ويحصل على الرعاية ويحصل على الاهتمام. أنا أشكر حكومتنا بصراحة وأشكر بلدي وأشكر وطني على أنه فعلا لما يقول الإنسان أولا تلقي هذا الكلام ليس شعارات وليس أقاويل طالعة، بنشوفه في أبسط شوفي. الأمور فبتشوفه في حياتك اليومية. كل شخص الآن عنده طفل أو إنسان داون عارف أن البلد وعارف أنه وطنه استوعب هذا الطفل اللي عنده واستوعب هذا الإنسان اللي عنده ووفر له أبسط حق من حقوقه وهو التعليم. صح. وقبل ما الدولة كمان تكون موفرة طبعا كل هذه المسائل لهذه الفئة، لازم الأهل أنت تتقبل وأنت تحمد ربنا وأنت تحتوي هذا الطفل وتهتم بتعليمه وبإدماجه في المجتمع. ولعل تجربة السيدة أم عبد العزيز خير مثال على هذا الموضوع. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. في البداية كانت صدمة علي، وهذا طبيعي لأي أم من أمهات أطفال ذوي الإعاقة إذا بلغت أنها عندها طفل ذوي إعاقة يكون عندها مرحلة، بس تتفاوت الأمهات من تقريبا مرحلة الصدمة، أحيانا تجلس سنة أشهر على حسب. أنا في البداية يوم عرفت أنه اللي معي طفل متلازمة داون جلست أبحث، لأن ما كان معروف عندنا في العائلة نوعية الحالة، فجلست أبحث في اليوتيوب في أشياء كثيرة، أبحث عن نوعية الحالة، أبغى أتعرف على الحالة وش الأمراض اللي تصاحبها، وأشياء كثيرة تتعلق فيها. والحمد لله يعني تقريبا جاني إلمام كبير بالوضع. يعني أكيد عبد العزيز دخوله في حياتنا كان نعمة من الله سبحانه وتعالى وهدية ساعدتني على الصبر
على قدرة التحمل، استطعت الكفاح في حطيت هدف قدام عيني شلون عبد العزيز يتخطى المرحلة هذه اللي مرحلة الإعاقة، انه يطلع انسان سوي زيه وزي غيره من الأطفال. عاملته في البداية كطفل طبيعي، ما عاملته انه طفل ذوي إعاقة ابدا، يعامل مثل معاملة اخواته اللي اصغر منه. فالحمد لله يعني قدرت ولله الحمد اني انجز اهداف كثيره في حاله عبد العزيز. ما ودي اقول انجازاته اللي حققها، لانه في رياضات هو تفرد فيها بالمملكه، هو الوحيد. اول شيء هو حقق 6 بطولات على مستوى المملكه سباحه، يحقق في كل بطوله المركز الاول ويحقق ميداليه ذهبيه. الكاراتيه هو الوحيد ولله الحمد منه من الاعاقه الذهنيه اللي حقق 5 أحزمة كاراتيه. في رياضة الجودو هو الوحيد من الإعاقة اللي حقق 3 أحزمة في رياضة الجودو، ويعتبر هو اللاعب الوحيد في المملكة يمارس الإنقاذ ويمارس الغوص في مهارات السباحة. أيضا هو عضو مؤسس في دراجة السعودية لذوي الهمم، يعني يقود ولله الحمد دراجة مع فريق من أبطال ذوي الهمم. هذه الإنجازات اللي حققها. أيضا متفوق في مجال الأكاديمي، يعني وصل الحمد لله أولى ثانوي وهو يعرف مهارات كثيرة في المجال الأكاديمي. أحلى عبد العزيز والله، أحلى عبد العزيز. شفتوا هو يسوي كذا؟ يعني الله يبارك له، الله يبارك لوالدته يا رب، ويكون كذا بطل جودو لو سمحتي. لو سمحتي أنت بطل الجودو ولا تعرفي الجودو ولا نمشي من جنب الجودو ولا أعرف ليش هو. يلا شوف قديش ينشرح صدر الواحد مرة لما يشوفهم ناجحين. من جد من جد سبحان الله، يعني من جد يستاهلوا هذول الأشخاص اللي فعلا يعني الواحد يفرح بأي حاجة، أو من جد بيعطونا ابتسامة ما أدري ليش. بيحس أنا عن نفسي عبير، أنا أحس الدنيا لسه بخير لما أشوف عبد العزيز. في البداية كنت زعلانة منه شوي إن هو كان مدنق، بس بعدين خلاص أخذ على الكاميرا والكاميرا أخذت عليه ورفع راسه وجلس، يعني لا الحياة تمام والأمور طيبة. رائع أنت عبد العزيز، وكل شخص ممكن يكون مصاب بمتلازمة داون رائعين، وأمك رائعة كمان. أم عبد العزيز هي مثال لكل أم يحتذى به فعليا. الأم المثالية هي الأم اللي يكون الله معطيها تميز جديد من نوعه في الأرض، جديد من نوعه في الحياة، ما تعرف كيف تتصرف معه، وتتصرف معه بطريقة أنه يجي يوم من الأيام الحمد لله تدعي لها الملائكة يا جماعة الخير أحسنت تربيته أحسنت تعليمه. وفي الأخير ما شاء الله يعني 3 بطولات جودو. يعطيك العافية، تحية لكل أم مارست دورها كأم من غير شروط ومن غير نقاش ومن غير أي كلام. مهما كان الطفل هذا اللي عندك تقبلتيه واحتويتيه وعلمتيه زيه زي الطفل العادي. يمكن الصدمة تكون في البداية، ولكن في واقع، في بتمارسي أمومتك أنت هنا، ما راح تفرقي بين أولادك في محبتك لهم أو مين المفضل صح. عندك أو أنه في تعليمهم أو في اهتمامك فيهم أو أنه يكون لي حياة ومستقبل. من جد تحية لكل يوم، خصوصا اليوم يعني اليوم العالمي يوم الأم بكرة. خلينا هو بكرة ولا اليوم بكرة. فإنه هذه الأم عبد العزيز مثال جدا مشرف ورائع. يمكن شفنا حالات قبل كده سيدات كانوا يشتكوا انه سيبني وراح عشان والله اكتشف انه طفله من متلازمة داون، ولكن الام كملت المسيرة وما اهتمت بأي حاجة ولا تتخلى، ومستحيل تتخلى عن هذه الأمومة. يعني الله خلي جميع أمهاتنا يا رب صراحة اللي شقيوا وتعبوا وكافحوا وحاربوا يمكن الجميع عشان احنا نوصل لكل المراحل الطيبة والجيدة اللي احنا نتمناها وهم يتمنوا يشوفون فيها. مشاهدين احنا اكيد مكملين معاكم سالفتنا لليوم، ولكن بعد الفاصل هنتكلم عن افراد متلازمة داون هل يستطيعون الزواج والانجاب؟ مكملين معكم مشاهدينا، اكيد سالفتنا اليوم عن متلازمة داون. يمكن اكثر الاشخاص اللي هم مصابين بهذه المتلازمة بعد ما يكبر يعني ويصل مرحلة الرشد، اوكي،
تجي الوالدة أو الوالد يصر على أنه يبغى يتزوج ويعيش حياته كباقي أقرانه أو باقي أخوانه اللي معاه في البيت. لما نجي نتكلم عن مرحلة الإنجاب والحمل والإنجاب، صعبة شوية للأشخاص اللي يكونوا مصابين بمتلازمة داون. ليش؟ لأنه أولا الذكور بتنعدم عندهم للأسف الشديد القدرة على الإنجاب، أما بالنسبة للإناث فهي تقل ولا يعني لا تنعدم. وبيقول لك كمان انه اغلب الاناث اللي مصابات بمتلازمة داون وانجبوا فعليا سبحان الله الاطفال كانوا ايضا مصابين بمتلازمة داون. يعني لو نبغى نتكلم عن متوسط الاعمار للمصابين بمتلازمة داون في عام 1980 كانت متوسط الاعمار يمكن 25 سنة فقط، ولكن مع تطور العلم الكبير والعناية اللي صاروا يحظوا بها وغيره ممكن صارت تصل اعمارهم الى 45 سنة، ولكن في الاغلب يعني يفضل المصابين بمتلازمة داون انه يعتبروا انهم يصابوا او يتوفوا مبكرا مقارنة بغيرهم. شوفي انا قرأت مرة انه هي علاقة العمر الطويل أو العمر القصير فيهم تلعب فيها أكثر العامل النفسي. كل ما نشأوا في أسر تستوعبهم ومجتمع يؤمن فيهم يقدروا أن هم يكونوا يوصلوا إلى أعمار أكثر وأكثر ويعيشوا منسجمين، وكل ما نشأوا في مجتمعات ترفضهم. يعني في كثير الآن لما نبحث في التاريخ متلازمة داون نلقى أنه مثلا في أشي يقولك في القديم كان في قتل الأطفال من المصابين بمتلازمة داون، يتم قتلهم والتخلص منهم بلا رحمة، حتى وجدت التحليلات الجينية على بعض المستكشفات في إيرلندا أن هناك العديد منهم أطفال تم دفنهم أحياء. أفهم أحياء. وقد عملت المؤرخة والباحثة مارينا أمارلو على هذا الاكتشاف التي اكتشفتها على في عام 2020 يعني السنة اللي فاتت، حيث تقول إن بعض هذه الاستكشافات تعود إلى نحو 3200 سنة. وتقول أيضا مارينا إنه في القرن العشرين تم التخلي عن العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون وتم إيداعهم في مستشفيات ودور إيواء لأنهم يصنفوا أنه أهلهم بيرفضون. اسمحي لي أعلق أيضا أضيف شيء، يعني للأسف الشديد أنه في أشخاص مريضين القلب ويمكن ما عندهم قلب أصلا، للأسف الشديد بيستغلوا الإناث من متلازمة داون في موضوع ما يخص العلاقة، كيف أشرحها لكم، يعني يبدأوا مثلا معهم على أساس علاقة صداقة، وللأسف الشديد ممكن كثير من السيدات اللي بينقتلوا خاصة في أمريكا من السيدات ويستغلوا جنسيا أيضا، وسيدات كثير منهم بتضطر أنه هي ما تعرف. يعني أنا مرة مقهورة على هذه القصة، هذه قصة حقيقية ولكن أنا ماني عارفة التفاصيل بالضبط. لو تتذكروا يمكن كمان صار لها فيلم وثائقي أو حاجة زي كده، إنه هذول السيدات لما بينجبوا بعد الاغتصاب أو بعد الاغتصاب بتكون ما هي فاهمة بس عارفة إنه هذا الشيء حقها الأم. طبعا الأم. بس أنت عارفة على قصة اللي ذكرتيها يا لبنى ذكرتيني بقصة في زمننا الحاضر هذه موجودة. أنت عارفة إنه العائلة الملكية في بريطانيا عندهم جزء من العائلة يعني عمات الملكة مصابين بهذه الأمراض أو متلازمة داون وغيره من الأمراض يعني. وحبسينهم في جهة اللي هي المستشفيات هذه ومخفيين عن العالم، وليز الملكة إليزابيث ما عرفت بهذه المعلومة، ومارغريت أختها إلا لما كبروا بسنوات مرة طويلة عرفوا أنه ليهم عمات محبوسين لأنهم مصابين بمتلازمة داون، وعيب أنهم يظهروا في المجتمع بحكم أنهم من العائلة الملكية وهم أصلا ما كانوا يعرفوا بوجودهم، وإلى الآن موجودين محبوسين في هذه مراكز التأهيل عشان أنت ليه بتقولي الكلام ده بكلمة يعني مش عايزة حد يعرف. لا هي طلعت المعلومة وهي حقيقية وموجودة يعني مرة حاجة توجع صراحة. خلينا أحكيكم أخيرا عن العلاج. متلازمة داون ما عندهم علاج، ما لهم علاج، وأصلا يفضل أنه ما يتدخل حتى الطبيب لا قبل الولادة ولا بعد الولادة، ويقول مثلا أنه لا نسوي أشعة لا نأخذ خزعة، ما في علاج. قصدك من لما يعرفوا أن الأم حامل مصابة يعني عندها طفل جنين مصاب بمتلازمة داون، فيفضل أنه أصلا ما يتدخل في هذا الطبيب لأنه ما في شيء. في دراسات كثيرة صارت وقالوا وعملوا وسووا وتأذوا سيدات كثير، ولكن ترى يعني غير لها الجينات مثلا من يعرف للأسف الشديد. هي كانت زي دراسات يا لبنى. شوف أنا أقول لك في شغلة، كل ما الأم
أدركت بشكل مبكر إن هي حامل في طفل داون. أول شيء لازم الدعم النفسي للأم. لازم الدعم النفسي للأم مؤازرة الأم، زي ما يقولوا التشخيص المبكر. لازم تستوعب إن هي عندها طفل له خصائص خاصة فيه، صحيح. لكن ليس مسخ، ليس شيء خارج عن المألوف، ليس كائن صعب التعامل معه. برامج دعم فقط. برامج. وعلى فكرة بعضهم دائما كثير احيانا من اطفال داون بيكونوا مصحوبين باعاقات اخرى، في اعاقات، فلازم يتم التشخيص المبكر. لازم اعرف خصائص ولازم اعرف امكانياته، وكل ما كانت التربيه لداون ابكر واخذ الرعايه الصحيه اللازمه من، وفي بعضهم أيوه. يحتاج رعايه شديده من بعد الولاده مباشره. هذول بيكون عندهم تشوهات في القلب، لانه في كثير منهم بيخلقوا بتشوهات خلقيه في القلب، قلب كلى في العمود الفقري، بعض الاعضاء شويه اللي ممكن يكون فيها إعاقة خاصة. شوفي، صحيح أنه هذه الفئة مميزة ومختلفة جدا، ولكن عندما يتبناها المجتمع، عندما تلقى الرعاية الطبية، عندما تلقى الرعاية النفسية، تستطيع، شفنا كمان حالات أنجزت واندمجت فيها المجتمع وكانت جدا يعني رحمة خالد. لا بالضبط، رحمة خالد المذيعة المصرية. وكمان في حكاية أنه في أمريكا كمان في برضو من متلازمة داون فتح مطعمه الخاص وكان شيف. يمكن كمان حتى هنا في مجتمعنا سلطوا الضوء على هذا الموضوع، فيلم الأبطال ياسر السقافي اللي كان كل الفيلم ابطال وكانوا من متلازمه داون، لسه الفيلم ما نزل، ولكن فكره حلوه انه حتى في الفن، حتى في الاعلام، حتى في الحياه الطبيعيه، حتى في ندمجهم ندمجهم في جميع المجالات. انا احب اشكر مؤسسه العثيم، صدق احب اشكرهم، لانه يمكن هذه المؤسسه من المؤسسات اللي تشغل عندها وبتوظف كثير من أشخاص المصابين بمتلازمة داون. فعلا عندهم حس المسؤولية المجتمعية. أنا راح أقولها كلامي هذا وعلى العوض في اللي بيحصل في حياتي، ولكن مرة شكرا، لأنه فعلا هذول الناس، والله يا بنات أنا ما بقول كده من فراغ، هذول سووا شيء مرة رائع. أنت لما تشوفي يجي يتكلم معاكي ولا هذا كده وهذا كده، بيجي بيساعدك، بتاخدي منه وبتديه. وأحلى شيء في الموضوع أنه إحنا كمان لما نشوف انه احنا ناس ناخذ منه ونتقبل منه، ترى من جد بيكمل شيء طبيعي. طبعا لازم تعمليه طبيعي. صحيح صحيح. وصلنا لنهايه سالفتنا. ويمكن انا ايش بيسموها اختمينا اليوم، انا اللي هستحوذ على اغلاق هذه الفقره. اسمحوا لي يمكن اخذ وقت شويه فيها، ابغى اقول كلمتين من القلب فعلا للقلب، وكلمتي هتكون مجزأة الى جزئين. الجزء الأول، لم يأتي اليوم يوم الأم مصادفة مع اليوم العالمي لداون هباء منثورا. ما اجتمع اليومين إلا لحكمة، وحكمة سامية جدا، لأنه أي طفل داون أو إنسان داون لن ينجح في الحياة إلا بأم حقيقية تستوعبه. وأي أم، أنت المحتوى الأول وأنت الحاول الأول وأنت الراعي الأول لهذا الطفل. إن صحتي، إن صحيتي معه، إن تقبلتي، إن استوعبتي، إن ساعدتي، إن آمنتي فيه، وصل. فلكل داون له أم عظيمة تشكر، وأقول من هذا الوقت كل عام وكل أم بخير وصحة وعافية، كل عام وأنت بركة بيتنا وبركة أهلنا، وبركتك هي اللي تعم علينا، وكل عام وأنت وطفلك اللي من داون في خير وسلام وبركة. أي داون ماله إلا أمه، وأي أم أنت مرة ثانية الباب الحقيقي والحضن الدافي والمدرسة الأولى والراعي الأول لهذا الطفل اللي هتخليه إنسان صالح. أنت خط دفاعه الأول، أنت اللي بتحميه، أنت اللي بتكبريه، أنت اللي بتخليه واثق في نفسه، أنت اللي بتصنع منه إنسان صالح في حال تقبلتي. كلمة الثانية اسمحوا لي هتكون خاصة جدا. أقول لأختي سارة، أنت أحلى بنت على وجه الأرض، أنت أحلى بنوتة، وإحنا نحبك أنت وكل أصحابك، كل أصحابك، ما أذكرهم كلهم يا سارة، ما أذكر أفنان، ما أذكر أنفال، كل أصحابك اللي معاكي بالمدرسة وكل داون، أنتوا حبايبنا، وأنا أحبك جدا، وعلى قد ما أزعل منك أحبك يا سوري، وأنت أحلى بنت وأطيب بنت وأجمل بنت، وأوعي في يوم من الأيام تتوقع أن إحنا ممكن نزعل منك، إحنا نحبك جدا 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 جدا، لأنك أنت أحلى سارة في العالم، أنت وكل أصحابك اللي زيك. سامحوني إن كنت طولت. شكرا لك يا نبيل، فعلا رسالتك من القلب للقلب وصلتنا لكلنا، وصلت قلوبنا. مشاهدينا احنا مكملين معاكم فقراتنا، وتشاهدونا بعد الفاصل.
في اليوم العالمي للسعادة، كيف تحقق السعادة لنفسك وللآخرين؟ رجعنا لكم مشاهدينا مشاهداتنا. سعيدة؟ جدا سعيدة؟ أوي سعيدة. يحتفل العالم اليوم في 20 مارس باليوم العالمي للسعادة لإلهام الناس جميعا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها وتعزز حركة السعادة العالمية. فما قصة هذا التعزيز ولماذا هذا التاريخ؟ معانا الآن سلطانة العمري سفيرة السعادة الأولى في السعودية. أهلا وسهلا سلطانة، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا في اليوم الجميل السعيد هذا في اليوم العالمي للسعاده. اطل عليكم في برنامج سيدتي بصراحه، شكرا للدعوه السعيده خلينا نقول في هذا اليوم الجميل. الله يسعد لي قلبك. انا خليني اسالك في البدايه، ايش قصه يوم السعاده وليش هو في 20 مارس؟ يعني لو تعطيني معلومات اكثر عن اليوم العالمي للسعاده. هو شهر مارس العظماء كله طبعا. اليوم العالمي للسعادة هو يوم يعني زي وزي أي أيام اللي خصصت من الأمم المتحدة، طبعا كان من عام 2011 هذا اليوم خصص لليوم العالمي للسعادة، واختير يوم 20 مارس للاعتدال الربيعي خلينا نقول لهذا الوقت من السنة يبدأ فيه مثلا العوامل أو الأشياء البشرية خلينا نقول الإيجابية تبدأ من هذا العام، فعشان كده سموه يوم السعادة العالمي في 20 مارس. طبعا يوم السعادة العالمي هو يوم خصص يعرض فيه تقرير عالمي للسعادة عن مقاييس معينة في السعادة في الشعوب في جميع أنحاء العالم، وزي ما شفنا احنا حاليا جميع بعض المحافل اقتصاديا ودوليا مجتمعيا يحتفلوا بهذا اليوم الجميل. طب ايش ممكن تكون هذه المعايير اللي انت دحين حكيتين عنها؟ ايش هي المعايير الدوليه للسعاده؟ انا احس اني اكون سعيده ايش من كان معايا وايش من كانت حياتي، بس انا ابغى اعرف المعايير اللي انتم مركزين عليها. طيب انا حتكلم عن شقين في هذه الاجابه عن السؤال. اوكي. خلينا نقول المعايير اللي بيها يقاس سعاده الشعوب عده مقايير، وبتطلع من مركز التنميه المستدامه باستطلاع من مقياس خلينا نقول جالب. هذا المعيار بيحدث سنويا، الان هذا التقرير خلينا نقول التاسع سنويا منذ بدايه مقياس السعاده الدولي. خلينا كان بنتكلم عن الصحه، الحياة المجتمعية، حياة الفرد، خلينا نقول الحالة الاقتصادية للفرد، وأيضا نسبة الفساد ومكافحتها موجودة بينها، والحياة المجتمعية كعموم ورفاهية الشعوب. فهذا في خلال السنوات الفاتحة، لكن تقرير العالم للسعادة في هذه السنة بنى على الأحداث الأخيرة لجائحة كورونا، منها اللي هي الصحة النفسية، خلينا نقول مقاييس وتقبل الناس لأزمة كورونا في الفترة السابقة، وعودة الثقة خلينا نقول بين الفرد وبين المجتمع. فطبعا هذا المقياس بيصدر كل سنة، يعني احنا حاليا الآن احنا على لقاء وفي بيحدث حدث عالمي لشرح تقرير السعادة الدولي في هذه الأثناء، وأنا مسجلة فيه ولسه ما حضرت. لا إن شاء الله أنت تحضري يا أستاذة سلطانة. يعني طب إحنا كيف نقدر نخلي مفهوم السعادة أو السعادة هو أسلوب حياة في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا الطبيعية، برغم أننا في جزء آخر في العالم في صراعات وفي حروب وفي مجاعة وفي مشاكل، كيف نقدر إننا نعيش إحنا في السعادة ونخلقها وإحنا عارفين إنه في ظروف معكرة تعكر هذه السعادة؟ صحيح. خليني أرجع لك وأقول لك إنه في موضوع السعادة بالذات، السعادة حق للجميع وإن اختلفت، يعني أنا مثلا سعادتي غير عن سعادتكم مثلا، كل شخص سعادته تختلف ويحترم. الآن في هناك مهتمون بالسعادة والإيجابية وجودة الحياة، لكن خلينا نقول إحنا ما حنقدر نقول لأحد كيف تكون سعيدا، ولكن أقدر أنا ومعاكم وكل مهتم بهذا الشيء إنه معا لنحيا مجتمعا أكثر سعادة عن طريق الإيجابية وزرع الابتسامة وزرع البسمة من خلال مثلا مبادرات مجتمعية على نطاق الفرد وعلى نطاق المجتمع، ومنها نعمل على إنه السعادة أسلوب حياة.
ونوصل لبرنامج جودة الحياة اللي خلينا نقول متماشين فيه مع نهضة وطن وهي رؤية المملكة 2030 في جميع مجالات الحياة. فخلينا نقول احنا ما ننكر ان هناك تحديات وصعاب، يعني انا كثير مثلا يسالوني طب هل انت سعيده؟ صح. اقول لهم انا انسانه طبيعيه جدا اعيش حالاتي جميعها، يعني عندي تحديات وعندي مهمات وعندي صعوبات، لكن تعلمت من خلاله انه مثلا انا يكون يعدي علي 24 ساعه ثاني يوم هو بدايه يوم جديد، عشان انطلق من نقطه الف الى نقطه باء لازم اؤمن بذاتي واقتنع انه السعاده والايجابيه هي دي رحلتي عشان اقدر احقق اهدافي وطموحاتي. فاذا انا عملت كده، اذا في من يترقب، يعني في ناس مترقبين، لكن ممكن تكون السعاده عدوى ينتشر بيها على نطاق المجتمع. جميل جدا استاذه سلطانه. هل تتوقعي انه ممكن اثناء ممارساتنا للحياه في بعض الاشخاص هم بطبيعتهم يميل نوعا ما الى ايش اسميها، ما بقول ناس نكديه يعني قالتها عبير نكديه في الان، ايش نصيحتك للناس النكديه انه كيف ممكن يصنعوا رابط سعاده في حياتهم؟ صحيح. طيب خليني اقول وجود هذول الاشخاص، وانا مثلا انه احنا نعرف انه هم موجودين في حد ذاته لهم احترامهم ولهم تقديرهم، وخلينا نقول مستحيل كل شخص عنده المشاعر الإيجابية ومشاعر السلبية. خلينا نقول إذا إحنا مثلا كنا مع بعض في مجتمع سعيد أو في طاقة إيجابية كاملة، هم حيفضلوا مترقبين للأشخاص الإيجابيين، هم حيفضلوا يعني بيتابعوك مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بيتكلموا عنك، بيتكلموا عنك كويس، يعني ما بقول ان ما بيتكلموا عنك مو كويس، خلينا ان هم بيتكلموا عنك جيد، ممكن يذكر اسمهم. لابد يعني انا متاكده من ممارستي ونشري لهذه الثقافه، انا متاكده ان هو يفضل لك مترقب، وممكن يوم من الايام يعني انا ممكن اصنع 10 مبادرات لكن هو ممكن يعمل نص مبادره في بيته. فإذا أنا دوري كمهتمة مناشرة للسعادة أنه أنا أشجعه على هذا الشيء، يعني أنه أنا ما أجلس أبعد عنه، لا بالعكس أنه أنا التشجيع، خلينا نقول كسب ثقة ما بيني وبين هذا الإنسان، وأنه أخليه هو مترقب لي في جميع التصرفات. أنا ممكن أقدر أخليه ولو مثلا ترتفع عنده النسبة هذه من 20 ل30، ويكون الصبر على هذا الإنسان، وخصوصا إذا كان من الدائرة القريبة في حياتك. يعني رائع. الأستاذة سلطان العمري، أول سفيرة للسعادة في المملكة العربية السعودية، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية وكل سنة وأنت سعيدة. مشاهدينا هطلع فاصل وأكيد مكملين معاكم، من بعده راح نتكلم عن قصة كفاح لأم مع طفلها خلال رحلة مرضه بالسرطان. بمناسبة يوم الأم العالمي، جمعية سند الخيرية تكرم أمهات الأطفال المرضى بالسرطان وتقدم لهم أهم خدماتها للأطفال المصابين بالأورام في جميع مناطق المملكة. الجمعية اليوم تفعل اليوم العالمي للأم تكريما لأمهات أطفالنا المرضى بالسرطان، شفاهم الله وعافاهم. وأكيد يسعدنا أنه إحنا نستضيف معنا مشاهدينا أحد أمهات أبطالنا والحديث عن تجربتها كأم صابرة مع طفلها خلال المرض. الوالدة لنا جميل، أهلا وسهلا فيك سلنا. أهلا وسهلا فيكم. والله أنا اللي سعدت بشوفتكم. طيب حكينا عنك وحكينا عن الوضع اللي أنت عاشته مع الأمين، بسم الله عليه، اسمه الأمين. نعم صحيح. الأمين الحين عمره 10 سنوات، بس لما جاء له السرطان كان في 2017 كان عمره 6 سنوات، بداية الأولى ابتدائي. فكانت الصدمة أنه كان في المدرسة في الصباح ما عنده أي مشكلة غير مغص شديد، يعني مغص خفيف في البطن، ورجع على البيت فقال له أبوه، سأله وقال له إيش فيك؟ قال له بطني مغصني ماني قادر أتحرك. فأخذوا أبوه على الطوارئ وبلغنا الأطباء أنه معاه سرطان الدم الحاد وأنه حيدخل اليوم العناية المركزة. شخص في الطوارئ؟ نعم. بعد تحاليل؟ في الطوارئ. بعد ما طلعت طبعا نتائج التحاليل الدم، كان عنده تضخم في الكبد، وكان واضح من التحاليل الدم أنه عنده سرطان الدم الحاد. من 6 سنوات؟ عمره 6 سنوات. أيوة. يعني
فالحمد لله يعني طبعا كانت الصدمة في البداية شديدة يعني طبعًا. ما تتخيلوا كيف كان الاستقبال، الوضع كان بالنسبة لنا يعني كأسرة أنه ما في، ما هو مرض وراثي مثلا ممكن أنه صح جاء قبل كده لأحد وإحنا صح. متوقعين أنه يجي. عادة تكون يعني لما يكون أمراض وراثية وتتوقعي عادي تاخذ الخبر ببساطة لأنه ممكن يكون في هيستوري في العائلة أنه عندهم سرطان الدم أو شيء، بس أنا بالنسبة لي كان مفاجئ يعني بصراحة. الحمد لله قدرنا نتخطى هذه المرحلة، مرحلة الصدمة، ونقل على مركز الملك عبد الله للأورام لأنه كان هو في مركز الملك سعود، وبعدين نقل إلى هناك، والحمد لله بدينا رحلة العلاج. أخذنا فترة حتى استوعبنا الموضوع كسالفة يعني ما هي سهلة على أي أم يعني أكيد. تمر بهذه كل المراحل، مراحل العناية المركزة، قعدنا أسبوعين في العناية المركزة، بعدين تحول إلى الوحدة حقت علاج أمراض السرطان. كانوا يبغوا أول مرة يعملوا له زراعة مباشرة، زراعة نخاع يعني. بعدين قرروا الأطباء لا، إنه ممكن إنه لا نستخدم العلاج الكيماوي ويكون أفضل في بداية، إذا لم يستجيب نروح للزراعة. الحمد لله رب العالمين انه خلال السنه الاولى طلعت النتيجه انه عنده استجابه للعلاج الكيماوي ما شاء الله. مرينا بمراحل، مراحل مضحكه زي ما يقولوا، مؤلمه بس كانت صراحه جمعيه سند وتجاوزتوها. ايوه جمعيه سند ساعدتنا كثير صراحه في تجاوز الصدمه. الحمد لله. هم عندهم برامج دعم المعنوي اعتقد او شيء، كلميني ايش هذا البرنامج وكيف انت كأم لطفل مصاب بسرطان استفدتي منها؟ خليني أقول لك، أول ما دخلنا المستشفى أكلمك بكل شفافية وصراحة. أول ما دخلنا المستشفى طبعا أنا منهارة وماني عارفة وكيف أوفق بين أولادي اللي موجودين في البيت وبين الطفل اللي معايا مريض في المستشفى وحيتنوم، يعني يمكن التنويم حقه ياخذ شهر تقريبا في بداية يعني كعلاج. فكنت في حالة يعني ذهول ماني عارفة إيش أسوي بالضبط. فبصراحة مرة ما تتخيلوا قديش وجود فصل سند في مركز للأورام مرة مهم. جانا حقون فصل سند متدربات، أخصائيات اجتماعيات متدربات، كل اللي كان موجودين متدربين بشكل عالي الجودة، يعني عندهم أداء عالي من ناحية الابتسامة، من ناحية التعامل مع الطفل، يعني حتى أنه طفلي بوجود المعلمات أو مجبد الأخصائية الاجتماعية كان يعني يحب دخولها لأنها مبتسمة. طبعا أنا قدامه أني أنا إنسانة مصابة لسه منهارة، بس وجود أحد يدعم بهذه الطريقة صراحة صحيح. كان نقلة بالنسبة لطفلي طبعًا. لأنه على قولته يا أمي أنا كنت خايفة على نفسي حبيبي. عرفتي علي؟ طمنينا عن الأمين. والله الحمد لله he's okay he's fine، عايش حياته مبسوط. خلص مرحلة العلاج؟ خلص الأربع سنوات علاج الحمد لله. واو الحمد لله. وهو في مرحلة التشافي اللي هي السنة التجريبية للأربع سنوات اللي أتم فيها الحلال. بطل يعني. عليه الصحة والعافية. أنا اللي بدي أسألك أم الأمين، يعني هذه التجربة اللي أنت مريتي فيها مليئة بالألم ومليئة بالولدي ومليئة أنه بالصدمة، ذكرتي لنا القصة وذكرتي لنا هذه الأحداث، من فين كنت تستمدي قوتك؟ والله استمد قوتي من عدة نواحي. أول الجانب الروحاني الحمد لله نحمد الله أنه يعني الواحد التمسك بالقرآن وبالسنة وبالأشياء الموجودة هذه مهمة جدا صح. الشيء الثاني اللي هو دعمنا هو وجود سند، يعني أنا ما أتكلم عنهم لأني أنا موجودة هنا، وجود جمعية سند صراحة ساندت الكثير وفارقت الكثير، خاصة أني أنا قبل كده يعني كنت مع أحد من أفراد العائلة خارج المملكة وكان مصاب بالسرطان، وشفت البرامج اللي تقدمها خارج المملكة، كان في مستشفى ام دي اندرسون في امريكا وطبعا من اكبر المستشفيات العريقة في علاج السرطانات، وشفت اللي تقدمه، بس بصراحة انبهرت باللي تقدمه مركز الاورام، يعني من جد انه تفاعلهم مع الموقف كيفية، يعني كل خطوة محسوبة لديهم، يعني مثلا يخلوا أم تتكلم معاك لها تجربة سابقة في الموضوع. نظام الطب التلطيفي في سان مرة عندهم أنظمة مساندة للأسرة بشكل ما تتخيلوا قديش رائع وجميل،
يعني كانت في واحدة من الأمهات حكتني تجربتها وقالت لي ترى أنا الحمد لله ابني تشافى من كانوا يجمعونا بالأمهات وتعرفي لما تسمعي واحدة مرت بقصة وتساندك أكيد أنها يعني تحس أنك في أمل. غير كذا يعني المعلمات الله يعافيهم يعني من جد أنا يعني فصل سند رائع رائع لأبعد الحدود. كان ابني لما يجي نهاية الويك إند ما يكون فصل سند موجود يعني الويك إند راح لهم بالنسبة لهم كمعلمات وكذا. فيقول لي يا أمي يا ريت ما يجي الويك إند. يا الله. لن يقعد لحالي. أقول له كيف أنا معاك؟ يقول لي لا أبغى فصل سند. أبو أصحابي. يعملون لهم برامج داخل الفصل يعني برامج ترفيهية برامج يعني كلها محتوى غير الثقافي والتعليمي اللي يعملوه مسابقات يطفوا لهم الأنوار يفتحوا لهم يعملوا لهم نيونز في طيب كانت عدة أنا أبغى أسألك سؤال يعني أنتي الآن ما شاء الله واضح أن أنتي مقدرة جدا كل جهود سند لك لكن أنا أبغى أسألك عن سؤال يمكن يطرأ على كل أم الآن أنتي كيف كان أنتي كيف 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 مارستي هذه التجربة كيف دخلتيها والآن إحنا يمكن في يوم يعني قاعدين نحتفل مع بعض بيوم الأم العالمي أنتي كأم هذه التجربة أعتقد ما كانت سهلة لا أبدا فأنا أبغى أعرف أنا ما ودي أرجعك لمشاعر سلبية بس أنتي قلتي أنا الجانب الروحاني عندي كان جيد جدا والله يا ربي يبارك في كل إنسان صلحت روحه وصلح دينه فأبغاك تكلميني لأني أنا أتوقع كثير من الأمهات الآن يمكن وجعها قلبها أبغى أقول لك على نقطة مرة مهمة كانت في طبيب موجود في مستشفى الملك فيصل التخصصي دخل علي قال ما بيديني أنا أسوي شيء ترى ابنك في أي لحظة ممكن يروح لكن أنا أقول لك حاجة أنا أنصحك بقراءة سورة البقرة دكتور قال كده نعم طبيب والله دكتور قال لي إياها أقرأيها بنية شفاء الأمين طبعا أنا كجانب روحاني عندي عالي قررت أني why not خلينا نجرب يعني أحيانا تلجئين تقولين ليش ما أجرب أجرب كل الطرق أي شيء يقوم ابني بالسلام أنا مستعدة لي اقرأيها حاولي تقرأيها أكثر من مرة فقرأت على نية الشفاء وكنت أكتب كل دعوة موجودة في آية البقرة أكتبها بخط يدي وأقول يا رب بهذه الآية تشفي الأمين آمين يا رب فهذه واحدة من النقاط بعدين النقطة الأساسية اللي أنا ذكرت لك إياها إنه لما كان في فصل سند كل ما نزل ابني تقول لي ترى شفوا أطفال كثير مروا علينا يا أم الأمين ابنك إن شاء الله سيشفى يعني أنا بقول لك إياها يعني بتوجه لك أنت هذه الرسالة بتوجه لي الرسالة لي أنا شخصيا وهي مبتسمة وتقول لي والله ما بقول لك هذا الكلام لي مصلحة فيه ولكن فقط عشان أنك ترتاحي والدعم النفسي جدا يعني تخيلي في عملية العلاج يعني. عملية سندك كأم ويديك العافية يعني أثبتي نفسك أنك أم مثالية صبرت وقدرت أنها ما شاء الله تكون مع ولدها وكمان مع أولادك الثانيين وتوازني بين هذا الشيء وتكوني مثال وتكوني قوية وتكوني ماسكة نفسك أمام طفلك خصوصا أنا طول ما أحبتي جالسة قاعدة تعززي وتقدري كل جهود سند اللي قدمتها لك سند بدورهم بيشكروك اليوم وبيقدروا وبيقدموا لك هذه الهديه البسيطه اللي يعني يوصونا ان احنا نوصلها لك شكرا لهذا الجهد وهذا الموقف اللي يعني نقدر جهود كل ام ممكن تمر فيه فايش يعني لك يوم الام اليوم يوم الام اتفقوا عليه عالميا انه يوم الاعتراف والعرفان صح بدور الام قديش دور امك كان عظيم في انك تصلي الى هذه المرحله طبعا اي مجتمع عشان يقوم لابد يكون وجود ام اي مجتمع صح فدور الام عظيم جدا جدا يعني لا يمكن ان يقارن باي دور لانه من تربي الرجل هي امراه هي ام صح لذلك تلاقي انه يشكك الام في قدراتها كثير لما يبغوا يحاربوا البلدان يقولوا هزوا الام يهزوا المراه صح. بشكل عام لانها حتى لو كانت الحين ليست ام ففي المستقبل ستكون ام صح كلام لذلك يهزوها يحسسوها انك انت لم تحصلي على حريه لم تحصلي على شيء حاربوا الام وانت ناقصه فيك ايوه وانت ما تقدري تسوي وانت ما كذا فبالتالي تتراجعي انت احساسك بالقدرات اللي عندك تتضاءل فلذلك هو نوع
من أنواع الحرب بس الخفية. نعم. بشكل عام الأمومة دور فعلا مهم، يعني العطاء، الحنان، استقرارية نفس الطفل. يعني وجود الطفل بوجود أم ما شاء الله تبارك الله تلاقيه مزدهر، حتى لو كان لا سمح الله، يعني نفترض أنه ابني في حالة صعبة جدا، ولكن بوجودي جنبه ترى هو ما هو حاسس بالمعاناة اللي أنت تحسيها كأم، لأنه هو شعور أنه أهم شيء وجود أمي بجانبي. طبعا يستمد منك الطاقة. نعم صحيح. أم الأمين ممكن تقري اللي في رسالة مكتوبة لك في على الكرت من برا، فلو تقري لنا هي. طيب والله الخط جدا. لا لا احنا اكيد زميلاتي يقصدوا، هم ما انتبهوا، بس انا لاني شايفتها هنا الرساله، في رساله معينه هي حابه تقرا لنا هي. ام الامين تفضلي قولي لنا هي ايش هي رسالتك. طيب اغتنم مناسبه يوم الوفاء والعرفان يوم الام للتعبير عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا ووافر امتناننا للجهود المبهرة التي تبذلها قيادة جمعية سند وعلى رأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظها الله، الأم الحنون. لقد كان للعطاء اللامحدود لسموها والاحترافية العالية للبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية دور يتجاوز أي وصف في دعم أطفال مرضى السرطان وأسرهم. أدام الله الأيادي البيضاء لسموك في دعم العمل الخيري في مملكتنا السعودية الغالية على قلوبنا، وأنعم على الجمعية بكل التوفيق والنجاح، إنه سميع مجيب. آمين يا رب. أم الأمين جدا نورتينا وشكرا أنك شاركتينا هذه التجربة، يعني أنت مثال للقوة وللأمة العظيمة والأم اللي صبرت، والله يتمم على الأمين الصحة والعافية وتفرحي فيه يا رب العالمين. الله شكرا لك. الله العافية وشكرا جزيلا. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل. الحالة النفسية للأم التي تم تشخيص ابنها أنها حامل بجنين مشوه، كيف يمكن مساعدتها أثناء الحمل؟ التشوهات هي مشكلة تحدث أثناء تكوين الجنين في بطن أمه أثناء فترة الحمل، وأغلب التشوهات اللي تحصل للجنين تكون خلال الأشهر الأولى من الحمل. كيف تعرف الأم إذا كانت حامل بطفل مشوه أو لا؟ وإيش هي حالتها النفسية حين تعرف هذا الأمر؟ وكيف ممكن أنه يساعد الأطباء في تجاوز وتأهيل الأم لهذا الخبر؟ هذا موضوعنا واللي راح تجاوب عليه ضيفتنا أستاذ دكتور ريم البدر، بروفيسور واستشاري أطفال وقلب أجنة، قلب أطفال أجنة. هلا وسهلا بك يا دكتورة ريمة. أهلا وسهلا بك. نبغى نعرف، طب هو متى يمكن تشخيص التشوهات أو تشوهات الجنين عند الأم الحامل، وإيش هي دقة هذا التشخيص؟ دكتورة ريما سامعتنا؟ قطع الصوت. ايوه انا سمعت كيف يمكن نشخص ودقة التشخيص. نعم. بعد كده شوية انقطع. يعني بصفة عامة تشوهات الجنين، طبعا انا تخصصي قلب الجنين، بس بصفة عامة الجنين وحدة متكاملة، التشوهات ممكن نكتشفها بداية من 13 ل 14 اسبوع في اغلب الاحيان يعني. فبيكون عندنا أشعة بتتسوى اللي هي الألترا ساوند بتسويها، لكن المتعارف عليه في العالم حاليا للتشخيص المتأكد بيكون عند 18 أسبوع بالنسبة للتشوهات يعني عشان ناخد قرار إذا يبغوا يكملوا الحمل ما يبغوا يكملوا الحمل. هذه الأشياء مهمة جدا. من ناحية القلب احنا بنشخص هنا في المملكة بداية من 13 أسبوع، في تشوهات يعني بتكون شديدة يسهل تشخيصها بداية من أسبوع 13-14، أما التشوهات البسيطة الأخرى فبيكون تشخيصها يعني مو مهم بداية من 13، ممكن 18 فما فوق. فالتشخيص بيكون دقيق، لكن الأشعة الصوتية مهمة جدا إن إحنا نعرف إنها operator dependent. يعني إيش operator dependent؟ يعني لها علاقة بال
اللي بيسوي نفس الصورة نفسها. فهو لو حسب مع نفس الدكتور أو اللي بيسويه حسب خبرته وحسب نوع الماشينز اللي بيستخدموها أو الألتراساوند، الأجهزة الألتراساوند. فدي ناحية مرة مهمة، لكنه بصفة عامة نسبة الخطأ بتكون مش كبيرة إذا راح الإنسان لمتخصص وإذا كان السيت أب حق السنتر يعني سنتر أكاديمي. لكنه ما زلنا عندنا حتى في أفضل الأيادي بيكون في نسبة خطأ في التشوهات، خصوصا التشوهات الصغيرة جدا يعني. طيب دكتورة، أنا في سؤال الآن، إحنا بعد عملية التشخيص وبعد ما يعني بعد ما يعني يتم قدر الله ونتأكد من إنه هذا الجنين مشوه، بالعادة كأطباء أنتم بتميلوا إنه أنتم تخبروا الأم أو تستبعدوا عن هذه المواجهة وتروحوا تخبروا الأب في حال كان موجود الأب وتقولوا له هو يقوم بهذا الدور؟ وإيش الأصح نفسيا للأم في هذه الحالة، أنها تسمع من طبيب أم تسمع من شخص يكون مقرب لها أكثر؟ أشكرك، السؤال مرة مهم لأن إحنا بنواجهه كثير. نعم السؤال مهم جدا، بنواجهه كثير، خصوصا أنا بالنسبة لقلب الجنين، لأن قلب الجنين هو الدينامو المحرك للجنين وبيتحكم في أشياء كثيرة، وأغلب وفيات الأجنة قبل الولادة بتكون من تشوهات القلب. إذا العالم كله اهتم بتشوهات القلب على أساس أنه بتأثر على استمرارية الحمل ونوع الحمل ونتيجة الحمل. طبعا أنا يعني من خبرتي أنه الأم بتكون غير مستعدة لتقبل الخبر، خصوصا إذا كان تشوه معقد، يعني الرأس فيها صدقة، القلب أذين أو بطين واحد أو انقلاب، إذا كان لا سمح الله طفل من غولي أو غيره أو غيره أو غيره. فلنا بروتوكول عالميا أن إحنا how to break the news، يعني how كيف نقول للأهالي للأم كيف الخبر. طبعا بيكون في privacy أو بيكون في احترام لخصوصية الأم والأب، وبعدين بنسأل الأب غالبا إذا لقينا إنه الأم فرجال أو رقيقة أو ما تتحمل الخبر، لأن طبعا خلي بالك إحنا بنشخص 14 أسبوع 15 18 نعم. لسه قدامنا لين 40 صح، فالأم هتكون حاوية لهذا البيبي، فما نقدر. وبعدين علميا ثبت إنه نفسية الأم بتأثر جدا على الدم، ضخ الدم للجنين من خلال المشيمة، وهذا شيء مرة مهم. إحنا لازم أكيد. الأم تعامل كبرنسيس أو كملكة، هي لازم تعامل كبرنسس والله يا دكتورة، يعني سواء كان في تشوه لا سمح الله أو ما في. لكن أنت قلتي نقطة جدا مهمة دكتورة، أنه بالنسبة لهذه الفترة كلها 9 أشهر وهي حامل، بعد خصوصا ما تلقت خبر زي كده أنه في تشوهات، كيف بتكون البروسيجرز اللي معاها؟ يعني كيف بتكون الطريقة؟ هل زيها زي أي امرأة أخرى حامل؟ وكيف كمان بتتم عملية الولادة، خاصة أنه الأطباء أو طبيبها عارف أنه هذا الطفل مصاب بتشوه في القلب؟ نعم، احنا بنتكلم يعني من خبره انه اولا الاخبار لا تنقل للام من مره واحده. من خبرتي انه حتى لو قلتي لها انه كذا وكذا وكذا ما بتستوعب من اول زياره. فاحنا اول حاجه بنقيم الوضع ككل، وممكن يعني اذا لقينا انه الاب يعني ممكن يتحمل اكثر من الام نستشيره، تحب ان احنا نجلس معاك ومعاها في نفس الجلسه، أو نجلس مع الأم في جلسة منفصلة ومعاك في جلسة منفصلة وأنتوا الاثنين في الجلسة الثالثة. أنا أعتقد أني أنا زيارات لي في أثناء الحمل خصوصا تشوهات القلب الشديدة، أول أو ثاني زيارة بتكون very catastrophic يعني، لكن بعد كده الأم بتشعر بالسعادة أني إحنا بلغناها هذا الشيء. يعني بيصير في أول حاجة اسمها denial أو رفض، لكن بعد كده بتتقبل وبترضى. طبعا هنا دور شريك الحياة مهم جدا، أنه هو يوقف معاها لا ما يلومهاش. احنا عندنا بعض الناس يجي دكتورة مني ولا منه، طبعا هذه اشياء مرة مهمة، نقول لهم الجنين يحمل جينات نص من الام ونص من الاب. انما في حالات مثلا زواج الاقارب، اذا الام عندها تشوه في القلب، اذا الاب عنده تشوه في القلب، او اي امراض اخرى متوارثة في العيلة، طبعا بيكون لها وضع اخر. يعني مهم جدا انه
ناخذ تاريخ مرضي، تاريخ عائلي، تاريخ له علاقه بالجينات وهكذا. نعم. فنرجع لنقطتنا انه بريكنج ذا نيوز لو 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 بروتوكول معين، وبعد كده الام مثلا ليه هتستفيد ايش لما نقول لها؟ ما في ناس يقول لك ما تقولوا انا ما ابغى زوجتي تعرف، او مثلا تيجي خلي بالك المسانده مش راح تكون من الزوج فقط، الاسره كامله. نعم. الحما، الام، ام الام، الاطفال الاخرين، لانه الام احيانا بيكون عندها مثلا الصدقة في الحمل لسبب ما، الراس، القلب، فبتكون ثقيله مره وما قادره تنام، ما قادره تقوم، ما قادره تقلب. انا اعتقد انه هذه الام تحتاج لدعم نفسي، وفي الخارج برا بيعملوا كده للام زيارات خاصه لها، لانه تكون عارفه انها حامل بجنين مشوه وما هي قادره كمان وما قادره تتصرف، عمليه الانتظار. فاحنا هنا الدعم النفسي مهم، الدعم الاسري مهم، الدعم الزوجي مهم، الغذاء، الغذاء مهم جدا، والراحه، وطبعا عدم التدخين سواء الام او الاب، لان عندنا حاجه اسمها باسيف سموكينج، يعني اذا الاب كان عندي مريضه تقول هو انه هو التدخين السلبي، لكن تقول بس يا دكتوره هو بيشيش ما بيدخن، فنقول لها الشيش اخطر، اسود اسود طبعا، معسل إياه. نعم. يعني دكتوره ريما ايوه وصلت الفكره وصح، السند جدا مهم، ومن حقها هي طبعا لاي ام انها تعرف حاله الجنين اللي هي حامل فيه، وان شاء الله نتمنى لكل الامهات حمل سعيد ويكونوا كذا امهات سعيدين في العالم. شكرا لك دكتوره ريما. مشاهدينا احنا كذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا بكره في حلقه جديده، الى اللقاء.